تكون بنفس التوقيت. الجولتين الأخيرة تكون بنفس التوقيت بالنسبة للمباريات للفرق اللي هي تأثر على النتائج الأولى الثلاثة وتأثر على نتائج الخروج خروج الهبوط. الهبوط. ننتظر احنا بالأخير كمنظومات نقل تلفزيوني عندنا نقدر نغطي، احنا ننقل قدم زين وننقل سلة. احيانا وصلنا مرة اشتغلنا 11 مباراة بنفس اليوم قدم وسلة وممتاز. حلو. بس عندنا مشكلة بالمحدودية منظومات الفار، عندنا بس 5 لازم هاي نحلها. عندنا طريقة نشرب بها براق ما حد مسويها قبل، يعني حتى لما قلت لهم ظلوا صافني قالوا هذا الموضوع شلون تسووا انتم؟ معقولة تلحقون؟ بعض الأحيان نخلي لعبة الساعة 3 ولعبة الساعة 10 وتنتقل المنظومة من ملعب لملعب، يعني خلص لعبته في بغداد إيه؟ خلص لعبته تحرك السيارة عفوا الكيبلات توصل السيارة يجون الكوادر اللي مو الكيبلات وراهم برا السيارة يلحقوها مرة ثانية، وهاي نسويها ما بين دهوك وزاخو أحيانا. عندنا 5 لعبات طبعا بسبب الفار مو بسبب الفار المنظومات النقل التلفزيوني، يعني تعرف حضرتك احنا منظومات الفار عندنا داخل عربات البث زين الموسم القادم.